أيها الأحبة، اليوم بحول الله عز وجل نتذاكر ونتذكر منزلة من منازل الإيمان، سبق الحديث عنها في أكثر من مناسبة، ولكن المؤمن لا يشبع من نورها، ولا يمكن أبدا أن يحصل شبع من جمال الله وأنوار الله. فما دام المؤمن يتعرف على ربه عز وجل، وما دام يستمد من جمال نوره وجلال سلطانه منازل ومقامات إلا ويستزيد، ولا أحد كما ذكرنا يشبع من فضل الله. وفضل الله عز وجل إذا آتاه عبدا آتاه إياه بغير حساب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحتاج إلى زيادة إبصار لهذه المنزلة، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ولعل منزلة الإحسان، وهي التي أعني بما ذكرت قبل، ولعل منزلة الإحسان هي أم المنازل الإيمانية التي سعى إليها النبيون والصديقون والصالحون من هذه الأمة. وسبق كما قلت كلام عن الإحسان، لكننا نحب اليوم أن نزيد ونستزيد تدبرا وتفكرا في هذا المقام العالي الرفيع، وهذه المنزلة الجميلة ذات الأنوار وذات البهاء. نحتاج إلى زيادة إبصار لهذه المنزلة، ومعلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يجوز أن يكون حظ هذا الحديث منا مجرد قراءة واستظهار حفظ يعني، بل يجب أن يكون مناط سيرنا إلى الله. المشي الروحي للعبد خصو يكون مبني وراكب على هذا المعنى، مناط يتعلق به سيرنا إلى الله عز وجل، لأن ذكرنا قبل أن الدافع الأساس للسير إلى الله عز وجل هو دافع المحبة، ولا تحصل المحبة كما بينا مرارا إلا للذي عرف. لا يمكن ولا يعقل في منطق العقل وفي منطق الشرع وفي منطق الواقع أن يحب أحد شيئا مجهولا لا يعرفه، هذا ليس موجودا إلا أن يقع من أحمق. لابد، إذا كنت تحب شيئا لابد من حصول معرفة لك بذلك الشيء المحبوب. لا تحصل المعرفة الحقة إلا بمشاهدة، والمشاهدة ها هنا في سياق العبادة لا تكون إلا قلبية، ويجب أن نحقق هذا، يجب أن نسعى إليه، خاصة في زماننا هذا، هذا الزمان الذي عميت فيه بصائر القلوب، عميت، لأن أدخنة المجتمع وأدخنة الزمان غطت على بصائر القلب، كما أن المدنية المعاصرة فيها الدخان بزاف، دخان السيارات وسائر الآلات والمعامل التي تلوث البيئة وتلوث الجو، كذلك الأخلاق النازلة الهابطة الساقطة تخرج أدخنة سامة فتاكة. إذا كانت الأدخنة المادية كتعميل أبصار، فأدخنة الأخلاق الساقطة كتعميل بصائر، وسائر أنواع الفجور لها أدخنة كلها كتطلق الدخان. كاين معامل اللي كتطلق أدخنة تلوث البيئة وكتسبب أمراض للأبدان، وكاين معامل أخرى كتطلق أدخنة أخرى، المعامل التي تنتج الفساد، المعامل التي تنتج الفجور لها أدخنة من نوع آخر تلوث المتنفس الروحاني الرباني، كتلوثه وتوسخه. والمؤمن الحق يجد النفس مختنقا، كيلقاش الراحة في التنفس ديال الروح ديالو. فطوبى للغرباء يهدي، حينما يشعر المؤمن بأنه غريب حقا في بيئة يصبح فيها الفساد هو الواقع الطبيعي والصلاح هو الندرة، كما ثبت في أحاديث كثيرة، كيف يستطيع المؤمن أن يعيش في مثل هذه البيئة؟ لا بد له من تزود روحاني قوي، خصك واحد الزاد روحي قوي، وجعل الله لك الإحسان زادا لمثل هذا، لأن الذي تعلق بصره بالله عز وجل ماشي هاد العينين، بصر بصر القلب وبصر النفس، وكررنا مرارا ويجب أن نكرر حتى يتقرر أن الإنسان ما كيشوف شيء بعينه. نص القرآن واضح في ذلك: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شحال من واحد الناس اللي كيقراو العربية
كيجيب لهم بالهم أن هذه مجاز. مجاز يعني غير الظاهر ديال الكلام كيقول هكذا وإلا راه المعنى ماشي هو هكذا، لا، بل حقيقة تعمى القلوب التي في الصدور، وهذه القلوب ليست هي العضلات التي تضخ الدم، قلناه مرارا، هذه قلوب النفس التي يتحدث عنها الرحمن في القرآن، قلوب النفس هي في الصدور، لا علاقة بالقلب العضلي الذي يضخ الدم، وليست هي إياه، ماشي القلب ديال النفس هو هذا القلب اللي عندك كيضرب وكيضخ الدم في الجسم، ماشي هو، عنده علاقة به لكن ليس هو إياه. والإنسان يبصر كيشوف ويسمع ويشعر بجميع أنواع المشاعر، فرح وحزن، تنعم، عذاب، نعوذ بالله من العذاب، يشعر بهذا كله بلا ما يكون عنده الجسم، باش ما يبقاش يبلينا فقط راه الجسم اللي كيتعذب. نعم يتعذب الجسم، نعوذ بالله من عذاب الله، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك للنفس شعور بغير أن يكون لها بدن. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مر يوما بقتلى القليب، القليب قتلى القليب هما القتلى ديال البدر من المشركين، من اللي المسلمين غلبهم الله عز وجل على الكفار ديال قريش في معركة بدر الكبرى، كتروا هذوك القتلى ديال الكفار واحد العدد كبير، جمعهم ولاحوهم في واحد البير وهو القليب. أحد شعراء الإسلام كان يقول في ذلك الزمان: إن الذين سووا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار. قليب. وجاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معه بعض الصحابة من بينهم عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ابن الخطاب، وطل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب دوك الكفار من المشركين، يقول لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ اش ظهر لكم دابا في الكلام اللي كنت كنقول لكم أن أوحد الله، أن أعبد الله، أن اتقوا الله، واش داك الشيء حق ولا ماشي حق؟ سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، واش كيسمعوا؟ هادو ماتوا، شحال هاد؟ كلاهم تراب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أنتم ما راكوش تسمعوا داك الشيء اللي كنقول قدهم هما، هما يسمعوا أكثر. علاش؟ حقيقة، لأن احنا كنسمعوا بهاد الودنين وهما كيسمعوا بودنين اخرين، ماشي هادو. هذا البدن ايها الاخوان عاريه غير مسلف لك، ماشي ديالك، كتمشي به بحال العكاز، تتكمل وتحطه وتزيد، ولن يكون لك مره اخرى البته، عمرك ما تعود تشوفه بعد الموت. سيكون لك بدن نعم، ولكن ماشي هذا، واحد اخر ينبته الله انباتا وينشئه نشاه اخرى، كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا. ماشي هذا البدن اللي غادي يبقى معنا، هذا سينتهي، باش ما تبقاش مقنطك شي حاجه نقصك في البدن ديالك، كل واحد يبهرك عنده شي حاجه في البدن ديالو ما عندكش. كل شيء الى التراب، وكل الذي فوق التراب تراب. النفس هي الانسان، هي التي ستلبس بدنا آخر يخلقه الله لها كما خلق لها هذا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فما بالك بأبدان الناس إذا قورنت بالأفلاك العظيمة الهائلة. ونعود إلى ما نحن فيه، هادوك الكفار اللي ماتوا عاد ولو يسمعوا، ولو يسمعوا بواحد شكل عميق: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من الحدة، يعني الآن إلى عندك واحد القوة نظرية شحال هي؟ 10/10، أحسن ما يمكن أن يكون لك من النظر 10/10. لما تموت يولي عندك أضعاف مضاعف ألاف، ما يبقاش ديك الساعة بدرجة تحسب بالعشرات، بل بالمسافات الضوئية كما يعبرون في الفيزياء المعاصرة، كتشوف ديك الساعة الحقائق كما هي، كما خلقها الله عز وجل. أما الآن فأنت تراها وتسمعها ولكن من وراء حجاب. شنو هذا الحجاب؟ هو البدن. فأذن الروح تسمع من خلال أذن الإنسان المادي البدن، وعين الروح تبصر من خلال بصر البدن، وهكذا. لكن ماشي معنت هذا أنه إذا تعطل بصر البدن تعطل بصر الروح، لا، ممكن بنادم يكون أعمى البصر ولكنه بصير الروح، كيشوف مزيان بقلبه. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاه ابن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى، عجيبة هذه الصورة، سبحان الله العظيم، القرآن كله عجيب،
وكان يدعو صناديد قريش. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بدوك الكبار ديال قريش على أساس أن هذوك القيادات إلى جاء واحد راه بمئة، إلى قبط أبو جهل ودخلوا الإسلام واحد بمئة، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عارف واحد بمئة أو بكتر. وهو في ذيك اللحظة جاء ابن أم مكتوم كيطلب له زيادة في العلم، قنطو شاف فيه واحد الشوفة ديال يعني ما جيتش في الوقت، ماشي دابا، ماشي يعني ما بغاش يسلم ولا ما بغاش يزيد العلم. شحال واحد كيفهم هذا الفهم غلط، لا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماشي بخل عليه بالدين، من حقه الدين، لا، ولكن قال له بدل الساعة بأخرى، هذا الشيء اللي بغى. علاش؟ وانت غير عمى، هادو راهم جهدين واحد، انا خير لي واحد كيشوفو قوي رئيس قبيلة، خير لي من عشرة العومي او مية العومي. هكذا بدا له، كتسمى هذا ارتكاب اخف الاولى، تأدبا مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قولوا ليه شغلط، وانما ارتكب خلاف الاولى عليه الصلاة والسلام. هو كينزل القرآن الكريم كينبهو ويلومه، نعطيه المعنى، رد بالك، راه ماشي الفايدة في العينين ديول البدن، راه الفايدة في العينين ديول القلب. ولذلك سماه العمى عبس وتولى، أن جاءه العمى يعني راك حقرته لأنه ما كيشوف، وسماه بالاسم الذي كان سبب التنقيص الأعمى. وفين المشكل؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتشف حينها أن ذاك الشيء اللي كيقلب عليه راه كاين في هذاك العمى. ياك انت كتقلب على القوي اللي واحد بمئة، وكتقلب على القيادات الشخصيات القوية اللي كيجروا معهم بندم كأبي سفيان وأبي جهل وأمية بن حرب وغيرهم من صناديد الكفار ممن أسلم وممن لم يسلم. قال له الله عز وجل وما يدريك، شكون اللي قال لك هذا ماشي من ذاك النوع اللي كتقلب عليه؟ ماشي قال له ما تقلب شيء على القيادات وعلى الناس الصحاح، لا، قلب عليهم، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أعطاه عمر بن الخطاب، ما قالوش ما تطلبش هذا الدعاء، لا، قال له وكين رد بالك راه شحال من واحد تحقره هو من ذاك النوع القوي. هذا الأعمى راه كيشوف وكيشوف أكثر من هذوك الآخرين، ويستطيع أن يقود دولة دولة. وهذا الذي حصل، أسلم ابن أم مكتوم وتزكى. قال له الله عز وجل وما يدريه، شكون خبرك؟ وما يدريك أنه ماشي من ذاك النوع اللي كتقلب عليه، هو من ذاك النوع، غير ما خصكش تشوف الشكل، شوف المضمون الداخل. وما يدريك لعله يزكى، يزكى يكبر، الزكى النمو، يكبر ويولي قوي من ذاك النوع، تزكية النفس، النفس ديالو كتولي عظيمة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. فإذا به كيولي ابن أم مكتوم، شكون هو؟ نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب، نائب رئيس الدولة، بين قوسين هذه العبارة ديال رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة الإسلامية آنئذ، نائب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الغزوات وينيب عنه ابن أم مكتوم على المدينة، كيخليه قايد ديال البلاد من وراه حتى يجي، وتحت إمرته العجزة والنساء والأطفال، ومن رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين بعذر أو بغير عذر، كيحط على الرأس ديالهم ابن أم مكتوم. وبعد هذا من حيث الروح، بقي من حيث الروح والبدن، وحقرتهم حيت عمى، وكتجي غزوات بل معارك من الجهاد بعد ذلك يثبت فيها الله عز وجل أن ابن أم مكتوم تزكى بروحه وببدنه. جاءت معركة القادسية في زمن سيدنا عمر التي فتح الله للإسلام فيها أرض فارس، كانت كتحكم الإمبراطورية الكسروية الفارسية، عبدت النار. الجيش الإسلامي في الشكل القديم ديالو شكون هي العناصر الخطيرة فيه المهمة؟ القيادة، قائد الجيش، الأمير ديال الجيش، وحامل الراية اللي كيهز الراية. غزوة مؤتة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية للصناديد ديال المسلمين الكبار، الرجال الكبار الثلاثة الذين قتلوا واحدا بعد واحد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أدرك بعد ذلك أن ابن أم مكتوم سيكون له شأن، وفعلا من اللي قريبة المعركة تبدأ قال الشباب، لأن هذه غزوة ديال القادسية فيها الشباب اللي ما دركوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما عقلوش عليه، كانوا صغار الزمن ديال، عاد وصلوا لمرحلة ديال القتال والجهاد وخارجين يجاهدوا في سبيل الله، وهو متوسط بين هذوك الفتية، ورجل كبير ديك الساعة ابن أم مكتوم، رجل كبير، قال لهم سلموني الراية، أعطيوني الراية، الراية راه نوع من القيادة، ما حد الراية مهزوزة، والناس في المسلمين كيقولوا الجيش
راه غادي لقدام، راه حنا ما نهزمناش. فيها واحد الشجاعة وواحد القوة معنوية خاصة. ولذلك لما كتكون المعارك في الزمن القديم من أول الناس اللي كيقلبوا يضربوهم الأعداء مول الراية، إن لا طيحوا الراية في ضرب كتوقع هزيمة نفسية أولا في الجيش ثم كيهلكوا الجيش بعد ذلك. قال لهم سلموني رايتكم فإني رجل أعمى لا أفر. ماشي غير ما قادرش نهرب لأنني أعمى، لا، أنا ما غادي نشوف اش وقع، ما غادي يخلعوني فيالة إلى العدو عنده الفيالة، ما غادي يخلعني سلاح إلى العدو عنده السلاح، ما نشوف والو، الراية يا مهزوزة. إني رجل أعمى لا أفر. وحمل الراية ابن أم مكتوم قال واجعلوني بينكم الوسط، وحمل الراية واستمات عليها وقلبوا عليه الأعداء لأنه حامل الراية، وضربوه من كل جهة ولم يسقط حتى فتح الله على المسلمين، ثم وجد بعد ذلك ابن أم مكتوم طايح وبه كذا وكذا، يعني عداد ديال الضربات، هذه طعنة برمح وهذه ضربة بسيف، قتل شهيدا إن شاء الله في سبيل الله. هل قيادة البدنية؟ وما يدريك لعله يزكى. هذا الشيء كله على جبدناه. هذا رجل كان يبصر، ما كان شيء أعمى، حاشا حاشا، واش كان هذا أعمى؟ وإنما الأعمى أبو جهل، هذا كان أعمى فعلا، وأبو لهب هل عمي حقيقة. إذن الإحسان أنه الإنسان يحقق لنفسه البصيرة، يشوف يبصر. إذا استطعت أن تصل إلى رتبة الإبصار للآيات فأنت محسن، وأنت في رتبة الإحسان وفي درجة الإحسان. أحببت أن نطرق باب الإحسان هذه المرة من جهة أخرى، تكلمنا عليه مرة أخرى من جهة سابقة في علاقته بالإيمان وبالإسلام، ها هنا نتحدث عن الإحسان من جهة الإبصار. النبي صلى الله عليه وسلم كيجاوب سيدنا جبريل عليهما الصلاة والسلام، يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث قلت سابقا هو من جوامع الدين، راه حديث عجيب ومهم بزاف ماشي شوية، وجب أن نقرأه ونعيد قراءته ونتدبره تدبرا كما نتدبر الآية من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيكون شي حديث فيه عنده شي معاني ضرورية من أصول الدين كان يعلمه الصحابة في الحديث. قال بعض الصحابة كما يعلمنا الصورة من القرآن، هذا ورد في تعليم حديث ديال دعاء أو صلاة الحاجة والاستخارة، أيضا كان يعلمنا صلاة الحاجة أو دعاء الحاجة كما يعلمنا الصورة من القرآن، لأنه مهم جدا هذا من ذلك النوع. والدليل على ذلك أن التعليم ديال الصحابة ما كان شيء بطرق التعليم العادية، كان بطرق غريبة. هذا جبريل عليه السلام أمين الملائكة، لامين ديال الملائكة، ما بقيش فضل منه في الملائكة سيدنا جبريل، نزل به الروح الأمين، استأمنه الله على القرآن لقوته. رأيت جبريل له 600 جناح، كيفاش قدوا من الملائكة؟ شكون هما الملائكة بعد ذلك؟ عندهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أما جبريل 600 جناح. ولما شافوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الصورة دياله الملائكية، شافوا في السماء معمر السماء كاملة طولا وعرضا، فيما شاف كيشوفوا معمر السماء بأجنحته وبجسمه النوراني العجيب. كينزل هذا الملاك بنفسه بإذن الله وبأمره لعند الصحابة، ما نزل شيء لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالقصد الأول، معنى ديال الكلام ماشي الغرض دياله هو يجي لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من اللي كيكون عنده الغرض يجي لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راه كيجي بالشكل الملائكي دياله، ما كيسيق له حد الخبر، فيوحي إليه ما يوحي، ويتذكر معاه في الصورة الملائكية حتى واحد ما كيشوفه إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الآن ما جاي شيء لعند سيدنا محمد، جاي لعند الصحابة هذه المرة، ولذلك جاء بصفة بشرية. سيدنا عمر كيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الكلام راه فيه العجب، يعني بنادم ديك الساعة كان قليل، بحال إلا شفت شي درب في المدينة أو شي دوار في البادية، إلا خرج داز الغريب في الدرب كيتعرف الغريب، أربعة ولا خمسة الناس اللي ساكنين. هكا كانت مكة وهكذا كانت المدينة، بشر قليل، فكيجي واحد أبيض الثوب ديالو أسود الشعر ديالو، يعني اللي دير هكا نظيف، شمعنتو
يكون ولد البلاد هذا مصبر ونقي الى براني، خصو يجي الشعر مكربش مسخ ابيض بالغبره والحوايج مسخين، ما كانتش الطياره، اما يجي على رجليه ولا على العود ولا على الجمل، خصو يبان عليه التكرفيس ديال الصفر، ما باينش عليه التكرفيس ديال الصفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولكن ماشي ولد بلاد ولا يعرفه منا احد. منين جا؟ طبعا جا من السماء، ماشي شيء من الارض، هذا عجيب فعلا. ولذلك قلت هذا الحديث هو من أغرب الأحاديث ومن أهمها، جمع الله فيه للمسلمين على لسان جبريل وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام الدين كله أصولا ومنهجا، يعني العناصر ديال الدين كلها جمعها والمنهج كدير تطبقها، أعطاك هذا الدين وهكدير تخدم به في هذا الحديث وفي هذا الحديث فقط، يعني يجمع فيه ربي عز وجل ما لم يجتمع في غيره. في النهاية ديال الحديث قال له يا عمر أتدري من السائل؟ قال له الله ورسوله أعلم. قال له ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، علماء أصول الفقه كيقول النكرة إذا أضيفت إلى الضمير أفادت استغراق المعنى، يعني أتاكم يعلمكم دين، هذه نكرة، كم الكاف الخطاب وفيه الضمير والميم دل على الجماعة، أضيف إلى الضمير أعطى يعني استغراق جميع الدين، دينكم أي كل دينكم، جاي يعلمكم الدين ديالكم كامل، وهذا الكلام اللي داز راه فيه الدين كامل، راه ما خلا والو، فيه الإسلام فيه الإيمان فيه الإحسان فيه المنهج. المنهج هو لما قال له يا محمد فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني بين لنا هل اللي صالح تسول عليه وهل اللي ما صالح شيء تسول عليه، ها فين كاين الخدمه وها فين كاين ضياع الوقت، هذا المنهج. دينكم اي كل دينكم هنا مجموع، وهذا ينبئ عن غيره مما سواه مما فصله الله في القران وبينه في السنه، كل القران وكل السنه يرجع الى هذه المعاني التي اختصرت في حديث جبريل، كاين ايات عظيمه مبادئ كليه كبرى ربي عز وجل اختصرها لنا، لأن يعني سيدنا جبريل وسيدنا محمد ما كانوش يتكلموا من رؤوسهم وما ينطقوا عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ربي لخصهم لنا وسهلهم لنا، سهلهم بأسلوب السؤال والجواب وبأسلوب بسيط سهل غير اللي ما بغاش يعرفه سهل. الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك ترى، والصحابة كيشوفوا سيدنا جبريل كيتكلم مع سيدنا محمد كيشوفوا بعينهم هادو ديول البدن، وكي يوريهم شوف الآخر النظر الآخر المشاهدة أو رؤية القلب، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا واحد اللفظ دقيق جدا، حل الميزان ديال الشعر دقيق، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه صعيبة ماشي سهل تبات ليلة وتصبح محصلها، أن تعبد الله كأنك تراه صعيبة، ولأنها كذلك جعل لك إليها سلما ترتقي إليه، درك منين تدوز ليها ومنين تطلع ليها، منين هو؟ هو فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان فيه رتبتان، جوج درجات في الإحسان، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، الدرجة الثانية قل منها أن تعبد الله من حيث هو يراك، فأنت تحضر أنك أنت ترى الله وعرى. علاش؟ لأنه بلاد مولف يشوف بعينيه وربي ما كيتشافش بالعيني، لا تدركه البصر وهو يدركه البصر، إذن خصك تحل العينين ديال القلب ديالك من خلال سيرك إلى الله عز وجل، وهذا يحتاج لتدريب وفيه صعوبة نعم لاكتساب منزلته مقام عالي، فبين لك السهلة باش ما يحرم حتى واحد، ربي عز وجل كريم ورحيم سبحانه وتعالى، كريم ورحيم، كل شيء بغى يعطيه منزلة الإحسان غير اللي ما بغاش إلا من أبى، كما في الحديث حديث الجنة، فأن تعبد الله على أنه هو يراك وغير اللي ما بغاش يعتقد هذه وما بغاش يحس بها، بسيط أن تستشعر أن ربك العليم الخبير الذي لا تدركه البصر وهو يدرك البصر، أن تستشعر أنه سبحانه وتعالى يراك على كل حال بالليل وبالنهار، أمر تحتاج فيه إلى إيمان العجائز كما عبر المربون الأوائل، بسيط غير صدق دنيا، صدق النية، نية التعبد، الله يرانا بسيطة، فين كاين المشكل؟ في الغفلة، تحتاج إلى ذكر الله لتستحضر أن الله يراك
على كل حال. فإذا عبدت الله عز وجل على أنه هو سبحانه وتعالى يراك، عبدته بالإسلام، رفعت الإسلام الكلام عليه، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الله يرانا، وأن تشهد أن محمد رسول الله، الله يرانا، شهادتك هذه الله يراها ويرى صدقك من كذبك فيها، وأن تقيم الصلاة أنت تصلي الله يراك، وأن تؤتي الزكاة أنت تزكي الله يراك، ليس يرى فعلك وحسب، بل يرى ما بطنت من النية في فعلك، أش من نية درت أنت تزكي، ألي يراك الناس أم لي يراك الله، الله يراك في زكاتك، أن تصوم الله يراك، أن تحج الله يراك، أنت غدي وأنت الله يراك في فعلك. إذا دأبت على هذا كان لك الإيمان داخل الإسلام. هادو اللي مفروقين بجوج، الإسلام بوحده والإيمان بوحده. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما هذيك لما في العربية معنتها مازال مازال، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فحينما تستحضروا أن الله يراك فقد دخل الإيمان في قلوبكم، ولا عندك الإسلام عامر بالإيمان، الإسلام بحال شي خابية خابية معمرة بالماء، هذاك الماء هو الإيمان. إلى عمرت هذيك الخابية لدرجة الفيض فاضت بالإيمان فذلك الإحسان، كمال المطابقة بين الإيمان والإسلام. على قدر صلاتك تؤمن بالله، وعلى قدر إيمانك بالله تصلي لله، وكذلك كل عناصر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، عايش بهذه المعاني، وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت تقيم الصلاة، وأنت تؤتي الزكاة، وأنت تصوم رمضان، وأنت تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إيش كتولي؟ كيولي بحال برا بحال داخل. أنت تشهد أن لا إله إلا الله اللي هي عنصر الأول في الإسلام، ومعها وأن تشهد أن محمد رسول الله، كيولي بحالها بحال أن تؤمن بالله اللي هي في الإيمان. لأن من اللي سولوا عن الإسلام قالوا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من اللي سولوا عن الإيمان قالوا أن تؤمن بالله. وما ذكر بعد ذلك من عناصر كلها تصب في بحر الغيب اللي هو الإيمان بالله وما يتفرع عنه. إذا ولهج في عندك متكامل فعندك الإحسان، أنت تعبد الله من حيث هو يراك، اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا، وأنت تعتقد أن الله يراك، تشعر بذلك، تجد نفسك من حيث لا تدري كأنك تراه، ترتقي كتطلع للدرجة العالية، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك، هذه موضوع التشبيه كأن، ولكن هنا التشبيه يتعلق بالرؤية البدنية، بحال لك تشوف بعينيك ربك سبحانه وتعالى، ولكنه بما أنه ممنوع عن الإنسان أن يبصره، قال لن تراني، ما يمكن، وخا كنت كليم الله موسى عليه السلام، لن تراني إلا أنك تراه بعين القلب، تراه حقا وصدقا، تشاهده وترى جماله وأنواره، ما تبداش تخيل أنك غادي تشوف واحد الرؤيا معينة شي شكل من الأشكال، لا أبدا، هذا سذاجة أبدا، ولكن كيكون سبحان الله العظيم القلب مضيء بنور الله، لأن الله عز وجل إذا ملأ عبد قلب بالإيمان ضاءت أركان القلب، القنوت ديال القلب كيولي مضوين، وذلك عين الإبصار، نور من نور الله، الله نور السماوات والأرض، لأن الأشياء تشرق بنوره، الأشياء كدير الضوء بالنور ديال ربي، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. فالقلب إذا أشرق بنور الله لا يشرق بنور الله إلا إذا أفاض الله عليه من نوره بركات. الله سبحانه وتعالى كيعطي للقلب بصيرة فيبصر القلب حقائق الإيمان كأنه يراها بعين البدن، شفافية روحانية، وهذا الشكل هذا صاحبه يكون آنئذ من الصديقين اللي تكلمنا عليهم مرة أخرى، منزلة الصديقية ومنازل الإيمان كالشبكة
المفضي بعض دروبها إلى الآخر. يعني المنازل ديال الإيمان كلها وحدة تصب في وحدة، وحدة تخوي الوحدة، وحدة تعطي الوحدة. إذا حقق العبد منزلة منها قادته إلى الأخرى، والأخرى تقوده إلى الأخرى، وهكذا. فالصديقية تأخذ من الإحسان وتعطي للإحسان، والإحسان يأخذ من الصديقية ويعطي للصديقية. المنزلة اللي كان عليها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأمه صديقة مريم. هذا المعنى العجيب اليوم يجب علينا نحن أصحاب هذا الزمن، زمان الأدخنة والعفونات والنتولات، أن نحققه، لأن به وحده يمكن أن نعيش روحا. شي الأبدان، الأبدان راها تعيش بالشكل اللي قدرها الله عز وجل وبالأجال اللي قدرها الله عز وجل، ولكن الخطير هو أن تعيش الأبدان وتموت القلوب. هذا المصيبة، وهذا حال وضعنا. قلوبنا ماتت فعلا إلى درجة أننا فقدنا الإحساس، ماشي إحساس الأبدان، إلى قاسك مسمر كتحس، ولكن إحساس القلوب. القلوب ماشي المسمر اللي كيدقوها دابا، الخناجر والسيوف وكل الأدوات الجارحة، ولكنها قلوب فاقدة الإحساس، متبلدة بحال الحجر. لما طال العهد بيننا وبين الذكرى، كما وقع لبني إسرائيل قبل أنميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. من قبل أهل الكتاب بنو إسرائيل خاصة، فطال عليهم الأمد، دزت مدة ما تذكروا ولا سمحوا للذكرى أن تكون بينهم، رفضوا سماع الذكرى، قالوا سمعنا وعصينا، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الفسق نتيجة لقسوة القلب، وقسوة القلب نتيجة لطول الأمد، وطول الأمد نتيجة للانقطاع عن الذكرى. ولذلك جاء الإسلام مذكرا، وجاء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مذكرا، فذكر، إنما أنت مذكر، إنما أداة حصر، ما عندك حتى شغل إلا أن تذكره. والمؤمن مطالب بتذكير نفسه وباكتشاف معدنه، قلناها مرات نعيدها، راه كل واحد فينا، أنا وانت والآخر والآخر، كل واحد فينا عنده المعدن دياله، وهذا المعدن النفيس الغالي هو الحكمة اللي ربي تعالى خلقه على ودها من أجلها. فوجب عليك أن تكتشف معدنك لتشغله وتوظفه وتديره في المكان اللي لايق به، وهذا المعدن هو القابلية ديالك انت للعبادة بالشكل اللي أعطاك الله. شحال من واحد عنده معدن ديال قيام الليل، كاين اللي عنده معدن ديال الإكرام ما عندوش معدن ديال قيام الليل، كاين اللي عنده معدن ديال العلم والتعلم وما عنده شيء المعدن ديال قيام الليل ولا ديال الإكرام، كاين اللي عنده معدن ديال الصيام الكثير، كاين اللي عنده معادن متعددة في معدنه. والله عز وجل جعل صفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام موزعة في الأمة، اكتملت في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفرقت في هذه الأمة، كل يأخذ منها بنصيب، وذلك النصيب يكفيك بإذن الله لتصل به إلى الله عز وجل. والتربية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هكذا كانت، ما كانش كيلزم الناس كاملين قيام الليل، ولا يلزمهم كاملين العلم والتعلم، كاين حد أدنى من الصلاة هي الفرائض خمس، كاين حد أدنى من العلم هو المعلوم من الدين بالضرورة، باش تصلي وباش تصوم وباش تزكي وباش تخدم شغالتك الشخصية ديال الدين، وبعد ذلك كيبقى العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. وكذلك سائر الصفات النبوية. شاف مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فعبد الله بن عمر قال له نعم الفتى، وفي رواية نعم الرجل، عبد الله لو كان يقوم بليل، وما قالهاش لسيدنا خالد بن الوليد، أسلم الصباح عشية داروا رئيس الجيش الإسلامي، وقال فيه خالد سيف من سيوف الله، لأنه المعدن دياله هو هذاك. وجاء سيدنا خالد بن الوليد بعدما عزله عمر بن الخطاب، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زمان، داز زمان ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وداز زمان ديال سيدنا أبو بكر الصديق، وجاء زمان ديال سيدنا عمر، وديك المدة كلها كان رئيس القوات المسلحة الإسلامية ديال المدينة المنورة الدولة الإسلامية الأولى هو خالد بن الوليد، أو وزير الدفاع إن صح التعبير باللغة المعاصرة. وجا سيدنا عمر وعزله،
هو كيولي عسكري عادي الجيش الإسلامي. أش قال سيدنا خالد؟ جل الجامع المسجد النبوي قال علمونا من هذا العلم. عاجه يتعلم، ما كانش مسالي. علمونا من هذا العلم فقد شغلتنا تلك الصغور. الصغور هي المواقع ديال الجبهة شكل القتال، كان مشغول. الشاهد عندنا أن لكل منا معدنا خاصا به، عندنا مستوى واحد في القابلية الأولى. ماشي واحد يقول لك وانا المعدن ديالي ماشي هو الصلاة وما يصليش الفجر فوقته، لا أبدا. الصلوات الخمس يعني الأركان اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، والأركان اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، هذا معلوم من الدين بالضرورة. لا يجوز لمسلم أن يشك في أصله، واللي يشك في حاجة من هادو فهو شاك في أصل الدين. رجع الإسلام ديال واش مسلم ولا مش مسلم. اللي عنده الشك في كتاب من الكتب من حيث إنه نزل من عند الله، ماشي في الصورة ديالو دابا، كنقصد الأناجيل والتوراة، نؤمن بها أنها نزلت حقيقية من عند الله عز وجل، ماشي هذا الشيء اللي كاين. أما اللي كاين الآن ماشي هذا توراة وماشي هذا إنجيل. اللي عنده الشك في حرف واحد من كتاب الله القرآن الكريم، هذا كيتسمى المعلوم من الدين بالضرورة، وقد كفر بالإجماع. هذا الشيء ما فيش الخلاف. من شك في ذلك أو تردد، من شك في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو نبوة عيسى أو نبوة موسى أو ممن حكى القرآن نصا رسوليتهم ونبوتهم، بسيط يعني المعنى أن أركان الإيمان بالصيف علي وبالصيف علي، معلوم من الدين بالضرورة. هذه أصول، أصول الإسلام وأصول الإيمان التي بيّنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في جوابه عن الإسلام وعن الإيمان. هذه أصول الدين العملية والاعتقادية. مطالب إذن أنا وأنت بأن نصحح بناءنا على هذه الأصول. الخدمة كاينة على هذا الشيء، عندك يتلفك أمور أخرى من وسواس الشيطان ويشغلك بكثرة البدايات. إبليس لعنه الله كيلقى شي شاب باغي يبدا يدين مزيان باش كيتلفوا بالبدايات. واحد شي مرة بغى يحفظ القرآن الكريم، جاه شوق كبير لكتاب الله مزيان، قال باش نبدا بقرة، أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. اذهب فأنت أميره، هذا الحديث بدا بها، حفظ 8 أو 4 شوية ويتبلوا سورة ياسين، خلى سورة البقرة. قال ياسين هي قلب القرآن في الحديث الضعيف، فسارع إليها، حافظ منها بضع آيات ويتبلوا الرحمن، تتكلم عن الجنة والنار، شغله بكثرة البدايات. بدأنا 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 عمره ما يوصل، مش عمره ما يكمل، عمره ما يوصل أصلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لك الأصول، أصول العبادة هنا الإسلام الإيمان، وناتجهما النتيجة ديالهم بجوج الإحسان. ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشعر بالإحساس ديالك كونك مسلم وما تحشمش من الانتماء ديالك الإسلامي. كمن نجده عنده وهذا مرض وداء، كيحشم قالك يصلي، كين هذا النوع، هذا خطير من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل، أو ما كيرضاش يصلي قدام شي وحدي، اعتز بإسلامك. أنت شهادة، أي أن تعلن على نفسك وعلى الملأ أنك مسلم. واللي خصو يخبع راسو هذاك اللي ما كيصليش، هو مشي يتخبع ماشي أنا. إذن هذه أصول ينبغي أن أحققها إلى أي حد، أنا وأنت وكل مؤمن منا يشهد فعلا، إن الشهادة التزام وإقرار، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. حقق هذا، وأن تقيم الصلاة الخمس الفرائض، أحد غلط كبير، بعضهم يسارع إلى قيام الليل وينام عن صلاة الفجر، هذا ميزان مقلوب. خلي عليك قيام الليل، خلي عليك النوافل، صلي الفريضة أولا وأقمها إقامة. شنو الإقامة؟ الإقامة فيها جد المعنى، المعنى الأول هو هاد نوع من الأذان لإقامة الصلاة، بين كل أذانين يعني احتاد أذان قد قامت الصلاة، هذا إقامة. والإقامة التي قصدت في أغلب الآيات وأقيموا الصلاة وأن تقيم الصلاة، إنما قصد أساسا أن تقيم بناءها. أقام الشيء يقيمه قد كنعوج قد، فإلى أي حد أقيم وتقيم صلاتي وصلاتك الخمس؟ هذه هي مفتاح الجنة، سوارت ديال الجنة في الصلوات الخمس. مشكلتنا الأولى نقدها أولا، النبي عليه الصلاة والسلام
في هذا الحديث العجيب يعطينا الحجرات الأولين اللي تبني عليهم. وبعد ذلك أقول وبعد ذلك فقط فكر إن أقمت الصلاة الخمس، فكر عادك ساعة في قيام الليل وفيما شئت من النوافل، وإن صنعت ما صنعت من أصول الدين العملية الإسلام وأحسنت ما أحسنت من أصول الدين الاعتقادية الإيمان، أنا إذن تفكر في الزيادة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، عاد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمحبة إذن سير، خدمة مشي سير، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. ما يمكنش تسرق الطريق وتخلي البدايات وتجي حتى الوسط وتقول أنا وصلت النهايات. يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، فلا بد من الانطلاق من البدايات. أحد الصالحين قديما قال وشوقاه إلى أيام البداية، بداية الدين، بداية الوجدان في علاقتك بالسير وبالشوق الذي تريد من خلاله أن تصل إلى أعلى المراتب. يكون واحد الشوق عظيم، حافظ عليه. باش تحافظ عليه أنك تلتزم الترتيب ديال البداية. إلى حرقت المراحل ستصاب بالتخمة، واللي تصاب بالتخمة ماله كلا أكثر من قياسه. بعد ذلك يعاف النعمة، هذه النعمة اللي كان متوحشها ومشتاق لها كيولي عايفها. فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. سير بسير الناس الذين كانوا شهودا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الوسط الاعتدال الذي شرعه الله عز وجل للمسلمين في دينهم هو الذي ينبغي أن يلتزم لبلوغ منزلة الإبصار، أي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.